حاسين حرب وكل الناس حاسين جبال وكل الناس حاسين بالعطش وبعدم التعليم وما مهتمين بنفسهم قدر ما يهتمون بهذا الأرض. وأنا أعتقد أنه الناس زي الدبايب اللي في الجهور. الدبيب لو خليت له جهره ما بيعمل لك حاجة، لكن إذا خليت في جهره أكيد حيديك سهم. فلذلك أما الشعب الآن يا أخوانا أنا أعتقد أنه نحن وكذلك أقاليم أخرى في تنسيق أنه بعد ذا الهيمنة المركزية اتقعت في رؤوس الناس عشان تجيب شركات من المركز توقع وتجيب حاجات توقع تفتكر انتهت وأحد انتهى وما في لها رجع أبدا. الآن نحن نرسو مع آخرين من الأقاليم الأخرى أنه إن شاء الله السنس أولا ندعم الفترة الانتقالية بوضعه الحالي بوضعه الحالي دي نطعمة نحن وآخرين. الخطوة الثانية الناس دائرة حكم بعد ذلك تحكم أقاليمها، ماذا يعني حكم من فوق؟ فيدرالية حقيقية أفتكر دي الناس متفق عليها. أما يا أخوانا أيضا مسألة موانئ البحر الأحمر وقد اتقفلت لأسباب مش مسألة بتاع هواية، هنالك من أراد ضربنا وهنالك من أراد أن يستفيد بموانينا وهنالك من أراد أن يضربنا بالطيران وكذا، ولكن القوات المسلحة والمنظومة الأمنية كأحدها مع شعبها رفضت. فلذلك قرارات 25 أكتوبر وقرارات أن أصدر الرئيس برهان بتكوين لجنة رئاسة الفريق من أول حميدتين هي فتحنا الموانئ منه. عشان كده نحن دارين نفس الرسالة، هذا الميناء مصدر حام جدا بالنسبة لنا وللسودان كله. الآن قضيتنا في مشهد في حتة كويسة. الصحفيين البسألوا سألوا أظن أخونا عبد الله وشان قالوا له إذا الحكومة ما أوفت بحاجاتكم نرجع المسار في محله حتى عمل شنو قال؟ ممكن لا قدر الله إذا المسار رجع وإذا الحكومة ما قبل 25 رجعت وإذا أتاني أجبرونا مش كافر حيكون حرب مش كافر. يا حداد عشان يكون حرب يا حديد عشان كده نحن الآن ما نتوقع إن شاء الله تكون انتكاسة. ولذلك دعينا نقول لإخواننا أصحاب السفن والبواخر وغيره ما يتخوف. نحن أصلا ما قمنا يوم بإغلاق إلا بعد إخبار في 15 يوم ل21 يوم ما اشتغلنا شغل عشوائي. لا قدر الله أنه نحن الآن نقول إن شاء الله بإذن الله أما الشيء الأخير الدائرة أقول يا أخواني شكري لأهل القريب بعمودياته بمثقفينه بكل أخواننا الذين ينتموا في الشرطة في القوات المسلحة في الضباط الإداريين في الرأسماليين وأولادهم كان شغل المناصب الدستورية الذين تواجدون هنا أو في الخارج جميعا بشكرهم يا أخواننا لهذا التكريم ولهذا التنحية. التكريم ده أنا بأجل كل يوم لكن الكلام ده كان المفروض يبدأ بدري يعني قبل كم شهر، لكن أنا كنت بأجل وأنا أشكرهم وأحييهم القريب ده لأن إخواننا الفرسان عندنا هم المثقفين والتعليم عندنا هم الدولاريت هم وأنا أختم كلامي بأنه الليلة أنه جبيت وحن القريب أنه يجي أخونا ناظم عبابدة وهو أحد الأعضاء المؤثرين في المجلس وبحضوره قال نظارات البشاريين والأمراء والأوجات المستقلة دي كلها أنا أفتكر أنه يوم مهم جدا وبحضور الكيانات لأن الناس ما تخش نفسها الآن كيان الشمال النوبة الهوسة كل القبائل الآن حضور عشان نوريكم أن الشرب متماسك الشدة يختليه كلمة الناظر موسى
جدا موسى. قال اذا في قال عيدي واحد قال ما اخشى للهدم ده والله موسى قال فايت هذا اللي انا اذكر كذا قال هذا موسى البلايا حكمات البلايا وانه يقول قاعدين هنا قد ابكي فوقا قال قاعدين هنا فنحن نتمنى لأهل القرعين التقدم دولة ريتا ولا رجالة اشكرني تسلون شرطاي قوائني هكما دولة ريتك ما دوكي شمي شرطك الصعب يبقى عليك تنسلني أشوي تنسلني نسل بارك أمني وليا تبجع تنسلو شرطة سبا تمتيني باتو ان شاء الله تقراوا هداكو كنت حين من يعني اري السياسه وشاب مرو نكتي نحن اصلا السياسه دي بيعادون بافراد منك ام بلا ولاد كل هاي هنيك او ولاد عندي سيك هاي دعيانا تريك بيتك اجرت عندي مش تقادير والرقيب يكتي كأرو بزات بدا أم بدا نزل كاتينيك فديري بكاتينيك سياسي بكاتينيك وهاي قريب أنا إن الناس كتبا ما قلنا تكتب تاك هيك تجيرني هاي الشوخ يا أري نك سياك عيب كم ديئك أنا ميري لكن أقول لك بتيب أنت أنا ودا إيهني مو تكريم إيهني با يشد إيهني با يعني با هيكول كا إيهني با أوبر هيكول إيهني با إما ريك السير هامي ليه فدمت بيتنا على قبل سكاتو من إيهني مو تابو كنا ما توبي كا وبس ليه ما في قول قبل سكاتو كادو الله على اليوم القيامة من وجاي برو أنا هاي بدل أنا ميتة السبت هاي ناسيني شغاو شغامي لكن تطور مبتناتو أنا رن أي بجاوي هذا بكتير سياسي بكتير فقير بكتير هاي شنا بنكاهو كهاي أول ما موديوكنا دا تساك معنا هذا هذا يتري وهيك هذا أقوى نهوني لا يسمعني سني وهيك نهوني وهيك سني وهيك نهوني أنا أقول لك نعم 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 أنا فقال دايا سركين عبان جيغو كين هلو علي كس داي نكتب فوقا دي جانت أشيب وغديني آقين أجي ناك تقول كلانا هودا كت هاي هلون دون بجاي بجاو هاي منك تتكيدا نتوكير 56 ايكا وان هدي مظلومة دايا شابون وزن مورف بني موارديسون وفني شتا تميتي فالكا تاكا ابن انقاد وشاك سوري دامني فزار ايانو يشني او فتا الهمون في دوري تنظارا لي يشني ايدي دوري بدو نودان هسا يكتين دوري بوي بافا قدب داربي كاما باكا هميكا مصر ايتانا يشني ورمي دون تقنيقي يعني ام دوان سوري اول هدي داما دامان تأهيدو تكون في رأيدنا نوم يهاشت أدير بينا بوي وتي وحميتي وإبنه ما دار تيف ذا كيف إن شاء الله ربنا يجيب كل خير ونحيي ونشكر الأخ الوالي للحضور ولهذه الوقفة ونسأل ربنا يعينه والمرعى المناضلة البطلة التي يعني لم تفارقه
منذ بداية المساء إلى يومنا هذا، وهي حقيقة نصفنا إن شاء الله، ونحييها ونسأل الله لها إن شاء الله في كل ما قدموه أنه يعني العزة والرفعة. المنظمات الشغالة باسم المرأة والشغالة في المنطقة والبحر الأحمر، منظمة البحر الأحمر، والله كلها على شكلهم. هذه المرأة قبل كده عملت مؤتمرات، وبكرة نحن عندنا مجلس برضو منصرينها بيجوا إن شاء الله. مختلفة الخيرية. جمعية مختلفة الخيرية مش بالبحر مشاركة، وهذا الاسم الذي نتميه يعني حقيقة اسم بالنسبة لنا عزيز جدا مختلفة. فربنا يعني والإعلاميين هذا الإعلام حقيقة الحر الذي يعمل بكل جهد وإخلاص نحييهم. الإعلاميين ذلك يقولنا نحن بنحييهم تحية خاصة، لأنه حتى أيام البيقولين نضربكم ونتقلكم كان هم معنا، كانوا مدة ماتوا معنا لو حيينا الحمد لله حيوا معنا، وعشان كده نحييهم ونشكرهم. وشباب إعلام المجلس الذين ساعدونا نشكرهم. الجمع العزيز كلكم أخواننا، صغير كبير مرة راجل شاب شابة، كلكم مشكورين والله. قيادة طالعة تكنتم ده شبه كت عمر ما الله عطيكم دوكل يشوي نبغل كشبه دوكل كثير. منظمة البحر الأحمر للتدريب والتنمية الطوعية أنا أشكرها شكر جزيل لمشاركتهم ولمواقفهم في عمل التنمية واهتمامهم بهذه المنطقة. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.